الجيش الاسرائيلي قصفه علي عدد من المناطق والقري في جنوب لبنان واستهدفت المدفعيه الاسرائيليه اطراف مناطق الناخوره وعلم الشعب والظهيره وعيت الشعب كما واصلت طائرات الاستطلاع الاسرائيليه التحليق فوق القرى المتاخمه للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف نهر الليطاني واستطلاق للقنابل المضيئه فوق مدينه صور والساحل البحري